أصبح نقص بذور الشعر مشكلا يطرح نفسه بحدة، والذي بدأت بوادره تظهر مع انطلاق موسم الحرث والبذر بتيارت، وقد ينجم عنه عدد من المشاكل بحكم أن فلاحي المنطقة الجنوبية يعتمدون كثيرا على زراعة الشعير ويقدمون طلباتهم اليوم، وهو ما سجل عجزا لدى تعاونيات الحبوب خاصة الجهة الجنوبية بنسبة 50%. المزيد في ميكروفون ديار بن داود. هذا الاشكال راه مطروح يعني، والتعاونيه راهي صايبه روحها عاجزه يعني، غادي نصيبوا روحنا عاجزين في توفير هذه الماده، خصوصا مراعاه مع المنطقه والقطاع العمليه اللي تابع لتعاونيه فرنده، والكميه المتحصل عليها من طرف التعاونيه 14000 قنطار، ولكن هذه 14000 قنطار غادي كاين فيها عمليه تصفيه، عمليه تهيئه تقنيه لهذه البذور، معالجة كيميائية ومعالجة ميكانيكية، معالجة غادي تنقص هذا يعني، عندنا ان ديفيسيت يعني معتبر يقدر بحوالي 50%. كمكتب ولائي لاتحاد الفلاحين درسنا هذا المشكل، مادة الشعير كيفاش غادي الموسم اللي تاع الحرث غادي يكون نقص في مادة الشعير. النقطة الأولى، المنطقة الجنوبية تاعنا هذه حنا جفاف، وكاينين جماعة اللي كانوا مادينهم للسي ا بي ومن بعد الزرع تاعهم طاح وسحبت الارض تاعهم، هذا ثاني اللي اثر على الروند.